عنصر مفاجأة ما زال بالنسبة للولايات المتحدة هي الاستراتيجية الأعمق التي تتخذها تجاه استهداف الميليشيات الولائية بشتى عمومها، سواء كانت في الداخل السوري أو حتى في الداخل العراقي. يعني على سبيل المثال، ما حدث في عملية اغتيال قاسم سليماني كان عنصر مفاجأة وعنصر المعلومة كان هو الأساس في ذلك، عملية أمنية برمتها. وما يحصل في الداخل السوري هو عملية، يعني هي عمليات أمنية بشكل يعني خاص، ويقوموا باستخدام هذه المعلومات التي تريدهم من تقاطعات من مجموعة غرف عمليات تقودها الولايات المتحدة على الأرض، البعض منها برية من خلال التعاون مع بعض القوى والفصائل، منها فصائل المعارضة السورية، وهنالك بعض القوى الأخرى التي تستثمرها في هذه المنطقة. من خلال هذه التقاطعات سواء كانت البرية أو حتى الجوية، هنالك خطوط ملاحة جوية تستثمرها أيضا في عملية رصد كافة التحركات لتلك الميليشيات، وكذلك أيضا إحاطة في هذه المنطقة لمنع تسلل هذه القوات أو وصول بعض الطائرات النقل الشحن الإيرانية إلى داخل السوري، ربما قد تحد من هذا النشاط. لكن إيران تعمل حتى هذه اللحظة على عملية الدفع بهذه المقاتلين عبر قطع عسكرية محدودة، يعني هناك لم يعد هناك استراتيجية لدى إيران هي عملية دفع بقوات كبيرة، وإنما تعتمد على النظرية العسكرية، هي الذئاب المنفردة، تستخدم بعض القطاعات العسكرية عربات من عربتين إلى أربعة عربات أثناء التحرك، ولربما قد البعض من هذه تلك العربات هي التي تقوم بنقل تلك الطائرات المسيرة ويتم إطلاقها، سواء كان من منطقة مدنية أو منطقة عسكرية، لا يهم إيران في هذا المكان، بل على العكس أن استخدامها في المنطقة المدنية لا يمكن رصدها في الظلام، ليس لدى المدنيين القدرة على رصد تلك الطائرات نظرا لحجمها الصغير، وبنفس الوقت الأماكن التي تتحرك فيها الميليشيات الولائية بشكل عام يقوموا برصدها وإفراغها من المدنيين. وما يحصل اليوم في قاعدة الإمام علي في إفراغ المنطقة والبيوت المتهدمة التي تسيطر عليها إيران وتضع فيها الكثير من الصواريخ القصيرة المدى، وما زالت تستثمر حتى هذه اللحظة يعني الدفع بتلك القوات واستثمار بعض العتاد العسكري وإدخاله إلى المنطقة وتخزينها وتغيير أماكن تخزينها وانتشار، ولكن عملية الانتشار هذه تجابه من قبل الولايات المتحدة والسلاح الجو يعني لقوات التحالف بشكل عام، يتم استهدافها بشكل مستمر. لكن الدفع هذا كله غاية إيران هو إبعاد الملف النووي عن طاولة المفاوضات، وبنفس الوقت استثمار هذا عامل الزمن من أجل تقدم بخطوات جدية والسيطرة على مزيد من الأراضي، سواء كان في سوريا أو في لبنان أو حتى في العراق وفي اليمن، من أجل الضغط على الولايات المتحدة من أجل إرضاخها إلى المطالب الإيرانية في ملفها التفاوضي.